حابين نعرف تحضيراتك للموسم الدرامي المقبل. الحقيقة للموسم إذا موسم رمضان فأنا حاليا صرت مصور شي 4 إلى 5 مسلسلات متنوعين. يعني الحقيقة مثل ما قلت لك هلا هذا المسلسل اللي عم نصوره هلا هون شايفة اللوكيشن المكان هو جنب بيت مدير الإنتاج أستاذ سليمان قطان. حارة شعبية حلوة كثير والناس هيك بتصوروا معنا وهيك حلوة كثير الحالة بهذا المسلسل اللي هو أولاد الشر إخراج الأستاذ طارق سواح. أما أنا صورت أو كان لي مشاركة يعني بعدة مسلسلات منها مسلسل اسمه إخراج أسعد عيد حريم الشاويش ومسلسل تاني اسمه الزواج سفر إخراج شفيق محسن. كمان كان لي مشاركة بمسلسل ببيروت بطولة شكران شكران مرتضى اسمه ميادة وولادة كمان شاركت فيه. والحقيقة كان منيح يعني كم سنة كتير كويس. وشاركت بمسلسل بالأردن بعمان من إخراج أستاذ أحمد ياسير تجربة شبابية مثل ما قلت لك هي يعني بيحكوا عن التواصل الاجتماعي كان لي دور معهم اسمه المستر لينك كمان تجربة يعني فيها شوية كوميدي خفيف. يعني حضرتك من الفنانين اللي دائما شخصياتك إلى مسحة خاصة أو تميز أو تفرد بيختلف عن الشخصيات الأخرى، هل أنت بتنتقيها أم هي توجه مثلا بالنسبة لحضرتك؟ هلا صار في اتفاق ضمني تقريبا مثل ما بيقولوا يعني انا والمخرجين والناس اللي بيعرفوني يعني بالوسط الفني انه انا بلعب الشخصيات الكوميدي فهذا صار شيء معروف يعني عند الكل. فاذا في مسلسل كوميدي دائما بيحسبوا حسابي شخصيه كوميديه. وكمان احيانا بيطلبوني لشخصيات تراجيديه بيكون حدا من المخرجين شايف عندي هذا الشيء فبيقول لي انه والله لازم نعمل شيء مهم بهذا المسلسل وعنا اكثر من تجربه من هذا النوع. يعني الحقيقه دائما بنشوفك باعمال حتى البيئه الشاميه اخف او اقل من غيرها، شو السبب؟ هلا البيئه الشاميه انا اشتغلت اكثر من مسلسل بيئه الشاميه، حتى بباب الحاره اشتغلت انا بالجزء الثالث شخصيه حمدي. بس البيئة الشامية هو المشكلة انه كمان صار فيها تكرار كتير يعني لنفس المواضيع وما كتير مشجع انه الواحد يشتغل فيها صراحة يعني الا بقى اذا اختلفت الطريقة. فعملنا تجربة حريم الشاويش يعني كمسلسل كوميدي مو كوميدي، انا الشخصية اللي انا لعبتها يعني عملناها باتجاه كوميدي يعني فكرة وتجربة من نوع خاص يعني لأنه بالمسلسلات البيئة الشامية نادر ما يشتغلوا كوميدي، عرفت كيف؟ ايه فكانت تجربة حلوة. وكمان اشتغلت برنامج أو مسلسل اسمه رجال الحارة مع الأستاذ فادي غازي كمان كان حلو يعني انطباع حلو أخذ انطباع حلو عند الجمهور. أولاد الشر في خصوصية شخصيتك، نحكي شوي عنها. شخصيتي أنا دوري يعني بمسلسل أولاد الشر هو دور أبو شادي سكير بالحارة ومسكين يعني حتى أهل الحارة بيحزنوا عليه بيعرفوا أنه هو كان فنان تشكيلي وعنده مرسم خاص فيه وصارت معه مشكلة بزمانه قديمة يعني ماتت زوجته وولاده 2 بحريق. فهو دائما بيطلعوا له هدول من خلال القطاط اللي نزعوا له اللوحات تبعه وقت اللي كان عم في لوحه بتعز عليه كثير فلما بينزعوا له اللوحه بيخرمشوا له اياها القطاط فهو بياخذهم بيحرقهم فبيصير حادث الحريق عنده بالبيت وبتروح مرته واولاده بيموتوا وبيضل عنده ولد واحد فهو بيتعقد بصير في عنده ازمه نفسيه وابنه اللي بيبقى هو بصير بيدير باله عليه وبآخر المسلسل بيرجعه لحياته الطبيعية يعني بيقدر من خلال محبته لإله يعني وكذا ومعرفة شخصيته وكذا يعني بيساعده لأنه يرجع لحياته الطبيعية هيك.